والاختلاف على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء كان تؤجل، مع أنه هو اختلاف شكلي، وهذا الاختلاف بصراحة ما يسوى أنه يصير عليه اختلاف. المفروض أنت الاختلاف وين يصير كان الخلاف؟ أو الخلاف على الخلاف على البرامج. الخلاف الذي سبب الانقسام، الانقسام الذي تتحدث عنه في البيت الكردي. كنا نسمع منكم حتى اللحظات الأخيرة لجلسة مجلس النواب أنكم جئتم موحدين. الانقسام هل حصل في الجلسة الأولى؟ هل شكل لكم صدمة؟ هل كان هذا الانسحاب مقدرا محسوبا له، أم تدخلت أطراف أخرى وسببت هذا الانسحاب؟ هاي الإجابة أريدها بمنتهى الصراحة. لا أعتقد الاختلاف أو الاختلاف القوي حصل قبل جلسة مجلس النواب، وتعزز خلال جلسة مجلس النواب. وبصراحة رغم وجود ضغوطات نعم على كل الأطراف، لكن أنا أشوف أنه ما كان هناك مبرر للانسحاب لسبب منطقي، أنه حتى آلية انتخاب رئيس مجلس النواب في عام 2022 هي نفسها آلية انتخاب رئيس أو هيئة رئاسة مجلس النواب في عام 2018. 2018 أيضا كانت الأطراف الشيعية في يوم انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب كانت منقسمة، إذا تتذكر حضرتك. نعم. كان طرفي البناء والإصلاح، وأيضا الإخوة السنة كانوا منقسمين في جلسة مجلس النواب، وإذا تتذكر كان هناك ثلاث مرشحين، وأيضا كان الانقسام بعدد الأصوات متقارب. هذه المرة يعني إذا تحسب اللي تركوا الجلسة مع اللي صوتوا للسيد محمود المشهداني، هو أعدادهم تساوي أعداد اللي صوتوا إلى مرشحين آخرين. نعم. عدا الأخ حلبوسي أنه أيضا بلغ عددهم حوالي 90. نعم. في عام 2018. فموضوع هيئة رئاسة مجلس النواب كان المفروض تمشي بنفس آليات 2018. نعم. كان الكل يحضر، والله هو أنه مواضيع تتعلق بالانحياز لطرف ضد طرف آخر، أو الاصطفاف مع طرف، يعني أيهما أفضل من الأطراف الشيعية، زائدا مسألة تسمية رئاسة الجمهورية وآلياتها، أنه هذا الموضوع صار عليه خلاف، وبالتالي أدى إلى تصاعد هذا الخلاف إلى الانسحاب.